تواصل مصر جهودها لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء بقطاع غزة، وذلك منذ اندلاع الحرب على القطاع. ورغم العراقيل من الجانب الإسرائيلي، إلا أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها لإدخال المساعدات. هذا وكان زميل محمد الخطيب مراسل التلفزيون المصري قد وفانا بآخر التطورات بشأن تلك المساعدات. مشاهدينا الكرام، بعد التحية لازلنا نتابع معكم كافة الجهود المصرية المبذولة من أجل إنفاذ المساعدات المختلفة إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. بالفعل لازالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تمارس أقصى درجات العنف والقسوة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق. فاليوم بالفعل قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تسمح لدخول أي من الشاحنات التي تحمل مساعدات غذائية أو إنسانية أو دوائية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، ولم تسمح حتى أيضا للشاحنات التي كانت تحمل محروقات سواء كانت غاز أو حتى بنزين أو سولار من تفريغ حمولات هذه الشاحنات وإرسالها إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. إذن نحن أمام إجراءات تعسفية كبيرة. لا زالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تمارس أقصى درجات العنف ضد هذا الشعب الذي يعاني من نقص شديد في المواد البترولية والغذاء والسكن، وانهيار للمنظومة الصحية، وانهيار أيضا لجميع مناحي الحياة. على مدار الأيام القليلة الماضية أيضا يعني قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمدت برفض كل الشاحنات التي تحمل مواد غذائية، وخاصة الشاحنات التي كانت تحمل دقيق ومساعدات خاصة للأطفال، في تعمد واضح وصريح للتنكيل بهذا الشعب الشقيق. يمكن هذا ما لدينا إلى الآن، وأعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو.